ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. اللي ما اشتركش في القناة انزل بسرعة اشترك فيها، ونضم لعائلتنا عائلة ماما نونا، وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو عجبتك القصة ادعمنا بلايك عشان نقدر نكمل معكم. نظرت هدى الى السيارة وترددت قليلا ثم ركبت معه. اما في قصر الصاوي وقف عامر في شرفة احدى الغرف ينظر الى السماء ودموعه تنزل بغزارة، حتى سمع صوت طرقات على الباب فمسح دموعه بسرعة وأذن للطارق بالدخول. فدخلت نورسين وتحدثت بتوتر. أنا التفت عامر إليها ثم تحدث ببرود، أنت إيه؟ أنا عارف إنك ما خنتنيش وتأكد، فما فيش داعي تخافي منك ده، أنا مش عفريت. نورسين بتوتر، أنت سبت الداخلية ليه؟ تبدلت معالم وجه عامر للعبوس والضيق الشديد ثم تحدث بضيق، ما بحبش اتكلم عن الموضوع ده، ولا بحب حد يفكرني بالداخلية، ولا حتى اني كنت ظابط. نورسين بتفهم، اسفة واسفة بالنيابة عن هدى، هي كل شوية تقول لك يا حضرة الظابط وتضايقك، بس انا هقولها. عامر بسخرية، اختك مش هتنسى اني كنت ظابط. ازاي مش فاهمة؟ جاء عامر ليتحدث ولكن قاطعه رنين هاتفه، فأجاب بدي ثم أغلق الهاتف بسرعة وتحدث بحدة، أنا ماشي ومش عايز حد يخرج من هنا مهما حصل، وحتصل بسيف يجي وأوعو حد يخرج. نورسين بخوف، هو إيه اللي حصل؟ لم يعطي عامر لنورسين أي اهتمام وذهب بسرعة من القصر بأكمله. أما في مديرية الأمن جلس هذا الشخص وعلى وجهه علامات الغضب الشديد، ثم ضرب على مكتبه عدة ضربات وتحدث بغضب شديد، ازاي يعني اللي بيحصل ده؟ انتوا ايه لازمتكم هنا؟ وقف الجميع امامه حتى طرق احدى العساكر الباب ودخل وتحدث، سيادة المقدم برا يا فندم. اشار له بالدخول فدخل عامر وادى التحية العسكرية، فادوا له الضباط التحية، فتحدث عامر بدي، خير يا فندم حضرتك استدعيتني. رأفت بحدة، كان لازم استدعيك يا سيادة المقدم علشان تيجي. عامر بدي، انا ما بقاش لي علاقة بالداخلية دلوقتي يا فندم. اشار رأفت للضباط بالانصراف ثم نظر الى عامر وتحدث بحدة، انت هنا بصفة رسمية يا عامر، واللي هقوله عايزك تاخده بهدوء. عامر باستغراب، بصفة رسمية؟ ازاي يا فندم؟ سيف اتخطف والوزارة كلفتك انت بالتحديد علشان ترجع شغلك وتمسك القضية دي. انفزع عامر من حديث رأفت وتحدث بحدة، مين اللي خطفه وازاي؟ انت بتقول ايه يا فندم؟ رأفت بغضب، بقول اللي سمعته يا عامر، لقبك لازم يرجع تاني سجان الصعيد، بس انت واخد اللقب غلط، مفكر اني مش واخد بالي من اللي بتعمله مع نورسين وطريقتك ومعاملتك مع أفنان وسيف ووالدتك وكل اللي عندك. عامر بعصبية، دلوقتي أنا بتكلم بصفة رسمية ولا لا؟ دلوقتي أنت بتكلم عمك وجوز خالتك مش سيادة العميد. عامر بغضب شديد، مش هرجع الداخلية يا عمي تاني مهما حصل، وأخوي أنا هرجعه بس بصفة شخصية مش رسمية. رأفت بعصبية، ده أمر يا سيادة المقدم ومش عايز ولا كلمة زيادة. جاء عامر ليتحدث ولكن قاطعه دخول أحد الضباط وهو يتحدث بلهفة، الحقنا يا فندم نفذوا تهديدهم. انصدم عامر عندما سمع كلمات الضابط فتحدث بلهفة، سيف حصل له حاجة؟ هو زين؟ رأفت بحدة، اهدى يا عامر، تهديدهم ما كانش ليه علاقة بسيف، هم فجروا عربية من عربيات الشرطة. يا عمي سيبنا تصرف بصفة شخصية أرجوك، انت مش هتتصرف غير بصفة رسمية يا سيادة المقدم، يا كده يا تروح لبيتك. نظر عامر الى الضباط ثم الى عمه وخرج من المكتب، فاقترب احدى الضباط منه ويدعى سليم ثم تحدث، قلت لحضرتك انه عنيد يا فندم ومش هيوافق، عامر مش قادر ينسى اللي حصل زمان. رأفت بثقة، هيوافق يا سليم وانا متأكد، انا عارف ابن اخويا كويس، هو مش بيسيب واجبه، هيوافق علشان خاطر سيف وعلشان خاطر ينتقم لكل السنين اللي فاتت دي.
جاء سليم ليتحدث، ولكن انعقد لسانه وانصدم هو ورأفت عندما وجدوا عامر يرتدي زي الشرطة ويؤدي التحية العسكرية. فابتسم رأفت وتحدث بسعادة: مبروك رجوعك الداخلية يا بطل، اتفضل روح غرفة الاجتماعات واعمل الخطة مع الضباط، وانا متأكد انك هترجع ومعاك سيف. عامر وهو يؤدي التحية العسكرية: اوامرك يا فندم. خرج عامر ووقف مع الضباط وبدأ في شرح الخطة لهم. اما عند نورسين كانت جالسة تنظر من شباك الغرفة تنتظر قدوم عامر حتى ملت، فخرجت من الغرفة ووجدت ضوء غرفة أفنان فطرقت على الباب ودخلت، ووجدتها جالسة على السرير تبكي بشدة. فاقتربت منها وتحدثت بلهفة: وه مالك كده يا حبيبتي، قوليلي حد ضايقك؟ عامر عمل لك حاجة؟ أنا آسفة يا مرة أخوي، أنا خفت من عامر وقلت له إني كنت برد على واحد كان بيتصل بيكي، سامحيني بس والله خفت منه قوي، هو كان ممكن يقتلني. انت لسه ما تعرفيش عامر. عارفة اخوك زين يا افنان وانا مزعلانة منك، بس قوليلي مين ده اللي كنتي بتكلميه؟ هتقولي لاخوي او لسيف او لماما؟ ما تخافيش يا قلبي مش هقول لحد. افنان وقد استشعرت الراحة في كلامها: ده زين انا بحبه قوي يا نورسين من زمان، وهو كمان بيحبني وكان عايز يتقدم لي، بس عامر مستحيل يوافق، هو مش عايز يجوزني غير بعد ما خلص الجامعة وانا لسه في تالتة ثانوي، وكمان لو عرف اني بكلم حد هيقتلني وهيقتله. هو عامر ليه كده؟ انا اتصدمت لما اتجوزته، مش ده الضابط اللي كنت بسمع عنه وبحلم بيه. افنان بحزن: عامر اخوي طول عمره شخصيته جامدة قوي وكلامه لازم يتنفذ، بس كان هادي ومش بيتعصب من كل حاجة كده، وكان دايما يضحك ويهزر، بس ما نعرفش ايه اللي حصله من 3 سنين اتغير نهائي، كان عنده مأمورية وبعدها جه حبس نفسه في اوضته 2 أسبوع، ولما طلع منها اول حاجة عملها قدم استقالته من الداخلية، ما كانش حد يعرف اللي حصل غير عمي، ومن وقتها بقى شخص عصبي شكاك وقاسي قوي مش بيرحم حد حتى احنا، وبيكره اي حد يندهله بحضرة الضابط. بس عامر اخوي ما ينفعش يكون غير ضابط. نورسين بدهشة: اكيد في حاجة كبيرة قوي حصلت في المأمورية دي، ما علينا ما تزعليش انتي ونامي وبكرة نحاول نشوف حل في الموضوع ده. اما عند عامر وقف هو والضباط ينظرون الى المكان بغضب شديد، فالمكان فارغ تماما لا يوجد اي شخص، فاخذ احدى الهواتف واتصل بسيف، والغريب انه اجاب وقال انه قادم الى المنزل وانه كان بصحبة اصدقائه، ولكن ما هذا، فهذه خدعة منهم، اذا هناك احد من اصدقاء سيف يعمل معهم، وهو من صور سيف هذه الصور وارسلها. كان عامر يشعر بالغضب فاقترب منه سليم وتحدث بضيء: هنعمل ايه فندم؟ مش هنعمل حاجة دلوقتي، هنشوف ايه اللي هيحصل، هم اكيد هيعملوا حاجة تانية، بس اللي مش قادر افهمه هم ليه قالوا على سيف بالتحديد انهم خطفوه. مش مهم، روحوا لسيادة العميد واعملوا تقرير باللي حصل وانا همشي. انهى عامر كلماته وذهب، وعندما وصل كانت الشمس قد اشرقت. انصدم الجميع عندما وجدوا عامر يدخل الى القصر وهو يرتدي ملابس الشرطة، فاقتربت نادية منه وتحدثت بلهفة: انت رجعت الداخلية يا عامر؟ ايوه بجد يا اخوي، انا مش مصدقة نفسي. انت رجعت الداخلية بجد؟ انت بالتحديد ما اسمعش صوتك هنا، وما فيش حاجة اسمها تسهر مع اصحابك بعد كده، قبري لمك. الف مبروك يا عامر، انا تعبان وهطلع نام. صعد عامر الى غرفته فصعدت خلفه نورسين، وانصدمت عندما وجدته يبدل ملابسه، فالتفتت وتحدثت باحراج: انا عامر. انت ايه وزفت ايه؟ مش كل ما توقف قدامي تخافك ده. انا اسف. اطلعي برا دلوقتي وكمان 2 ساعة صحيني، ومش عايز دوشة، وقولي السيف ما يطلعش مهما حصل. حاضر. انهى عامر كلماته وتمدد على الفراش، فخرجت نورسين ونزلت الى المطبخ
وبدأت في إعداد الطعام. أما عند هدى كانت جالسة في مكتبها فهي تعمل محامية، ثم تحدثت إلى نورسين في الهاتف واطمأنت عليها وطلبت منها أن تأتي إليها إن استطاعت. وبعد مرور ساعتين نهض عامر من على الفراش بتساقل، ثم دخل إلى الحمام وأخذ حماما دافئ وفتح الدولاب ليبدل ملابسه، ولكنه انصدم عندما وجد شريط حبوب لمنع الحمل. والحد هنا تكون انتهت حلقتنا، أتمنى تعجبكم، مستنية رأيكم في التعليقات، وما تنساش لو عجبتك تدعمنا بلايك لأنه بيساعدنا جدا وبيشجعنا على الاستمرار. أستودعكم الله، مع السلامة.